قرر توقيف أو إلغاء الجولة الثانية، ثم دخلت الجزائر في نفق مظلم لا أدري إن كانت قد خرجت منه، ولكن كانت له أيام في غاية السوداوية. ما كان يأتينا من أخبار من الجزائر من مذابح، من اقتتال، الإنسان لا يعرف لما قتل ولما قتل. ماذا كان دور حركتكم في تلك المرحلة؟ هنا اللي فهم موقف الحركة لابد أن نفهم الآن بأن وقع تطور كبير داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وداخل النظام السياسي. النظام السياسي الآن أصبح التيار العلماني الاستئصالي هو المسيطر، والتيار العلماني الاستئصالي الآن بعد إلغاء الانتخابات لابد أن يكسب المعركة، فمضى بشكل متطرف يعني في الحل الأمني يعني وفي إرادة الاستئصال يعني لكل ما له علاقة يعني بالتيار الإسلامي، وبعض التيارات النافذة من العلمانيين أصبحت أمرهم على الإسلام نفسه، مش فقط على التيار الإسلامي، لأن ترتيبة النظام السياسي كذلك يعني متنوعة، يعني كما فيها الوطني الإسلامي فيها العلماني المتشدد المتطرف وحتى بعض العملاء للاستعمار القديم يعني. فإذا التيار العلماني أراد أن يدخل على الخط وأن يستغل الفرصة، ومضى يعني في الاستئصال بشكل كبير جدا. في نفس الوقت داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أصبحت التوازنات لداخل التركيبات الأكثر تشددا، لأن أنت قبل إلغاء الانتخابات كانت الأمور بيد حشان يعني وجماعة ومن كان معه ومن بينهم جماعة الجزائر، هذو ناس يعني ناس عاقلين يعني مش ناس متطرفين يعني. عبد القادر حشاني كان رجلا يعني عاقلا وكان يريد العمل السياسي، لم يكن يريد وبالمناسبة يعني استطاع عبد القادر حشاني ومعه كذلك الجزائر أن يغيروا تركيبة الجبهة الإسلامية تركيبا كليا، وتجلى ذلك بشكل واضح في القوائم الانتخابية التشريعية في مجملها يعني. أصبح هؤلاء الذين كانوا في الحركة الإسلامية قبل تأسيس الجبهة الإسلامية قال هم أكثر المترشحين في يعني في الجبهة الإسلامية، حسنوا من نوعية المرشحين يعني حسنوا يعني وضعيتهم داخل الجبهة الإسلامية قال، وتستطيع أن تقول بأنهم استدركوا الأمر وأصبحوا هم من يقود الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وهنا في الحقيقة كذلك فرصة ضائعة، لأن مع عبد القادر حشاني في اعتقادي وجهة نظر تاعي وحتى من كان معه يعني كان يمكن الانتقال بجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى العمل السياسي. لو أن النظام السياسي أراد الحل كان عنده حل مع عبد القادر حشاني يعني بأن يمكن يكون فيه يعني حل سياسي، لأنه هو يتعامل مع ناس مثقفين دكاترة ناس لهم خبرة قديمة يعني في الحركة الإسلامية لعقود يعني من الزمن يعني. ولكن إلغاء الانتخابات أصبح التيار الوسطي داخل الجبهة الإسلامية قاد لا كلمة له، لأن الحجة أصبحت في يد الأكثر تشددا يعني. الذي يقول إن العمل السياسي لا يجدي نفعا وحنا قلنا لكم يعني وكذا. ولا ننسى بأن ضمن تركيبة الجبهة الإسلامية كانت هناك مجموعات متشددة متطرفة، وبعض منها يعني كانت حملة السلاح يعني من في فترة سابقة. فإذا لما ألغيت الانتخابات أصبح الأكثر تطرفا هو من بيده الأمر يعني. فإذا أصبح الحديد في مواجهة الحديد، تيار استئصالي داخل السلطة وتيار متشدد بدأ ينزلق نحو طبعا هذا التيار المتشدد لم ينزلق هذا المنزلق إلا عندما السلطة نكلت بالناس، مش فقط كم آلاف الناس اعتقلوا ووضعوا في محتشدات. نعم أكيد أكيد، لأن التيار الاستئصالي خطته هو لازم التصفية فهو استفز هؤلاء، والكثير من الشباب الذي حمل السلاح لأنه تمت ملاحقته وضيق عليه حتى ذاقت به الأرض وأصبح لا يجد منفذا إلا أن يصعد الجبل يعني في كثير من الحالات، ليست كل الحالات ولكن حالات كثيرة جدا يعني، أن كثير من الشباب هم يحدثوننا، حتى بعض منهم اللي حملوا سلاح وبعدين تركوا السلاح الآن لما يلتقوا بنا يقول نحن حملنا السلاح صح، ولكن نحن أجبرنا على هذا إجبارا لأن كانت يعني ملاحقات كبيرة علينا يعني حتى أجبرنا على حمل السلاح يعني.
التيار الاستئصالي كان يريد الصدام، التيار الاستئصالي داخل نظام داخل السلطة كان يريد الصدام، كان هو يريد أن يختار الصدام، كان يريد يعني أن يدخل الجزائر في رعب كبير جدا حتى يبرر يعني يبرر سياسته ويبرر الانقلاب. نعم. الذي وقع يعني هذا شيء موجود. هي هي ما حصل في الجزائر تقريبا تكرر في الربيع العربي عندما ألجأ الناس إلى العسكرة. نعم. فما في بلد تعسكرت فيها الثورة صحيح إلا حصل فيها دمار هائل. صحيح صحيح. ولكن هنا أصبح الأمر يتطلب يعني من السياسيين ومن المعتدلين يتطلب اتخاذ موقف يشبه الموقف اللي اتخذناه نحن حين قررنا التميز. صحيح أن كثير ممن حمل السلاح أجبر على ذلك بسبب الملاحقات وكذا، ولكن أنت كقائد أنت لا تعالج القضايا الخاصة، لا تعالج المظالم الخاصة ولو كانت كثيرة، أنت تعالج القضايا الكبرى، أنت تنظر إلى الكليات. كان على قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تعلن براءتها من العمل المسلح بشكل واضح وبشكل عالي. هذا كموقف حسن البنا رحمة الله عليه عندما قال لا إخوان ولا مسلمون عن الذين. صحيح. هذا كان يعني هذه المسؤولية. صحيح أن أنت لما تنظر إلى الأمور بتفاصيلها ستجد من المآساة الكبيرة التي في الحقيقة تجعلك تتفهم من انزلق لحمل السلاح وقد تتعاطف معه، ولكن من باب المسؤولية أنت عليك أن تنظر إلى الكليات وأن تنظر كذلك إلى المآلات. أن تنظر إلى المآلات يعني. فلذلك نحن في حركة مجتمع السلم أصبح الآن همنا بعد ما التميز صار واضحا يعني وحققنا هذا الهدف، همنا هو حفظ البلد من الانزلاق، وقدرنا بأن الحل هو الحوار. هو الحوار. الحوار مع مين؟ مع النظام؟ الحوار بين كل الأطراف. بين كل الأطراف. بالطبع احنا الحوار كنا بدأناه من قبل يعني ما صار الحوار هذا، منذ بدأت التوترات على مستوى السياسة وعلى مستوى اللفظ، مجموعة 7+1، مجموعة 8 إلى آخره، وبدأنا يعني ندعو إلى المصالحة الوطنية. احنا يعني عندنا بيانات كثيرة في هذا الموضوع، يعني اللي رفضنا احنا هذا الصدام الدموي وهذا التوجه الاستئصالي، هذا التوجه العلماني يعني، وكنا يعني نلح على إخواننا أنهم يكون موقفهم واضح. بالطبع أنا الآن أختصر الزمن حتى أتحدث على الشهادة التي كنت حاضر فيها شخصيا. يعني نحن على عكس ما يعتقد الكثير، يعني لأن البعض الآن يحاول يشبهنا بحزب النورين في مصر، وهذه فرصة لتوضيح هذه المسألة. حزب النور ماذا فعل؟ حزب النور خطط مع العسكر للانقلاب ووقف معه وشرع له وأيده وبقي معه إلى اليوم، وأفتى له حتى بقتل المسلمين وسفك الدماء يعني. فالذي ينعتنا يعني بهذا النعت في الحقيقة يعني سامحه الله، هذا يقترف جرما عظيما يعني في حق حركة دعوية عريقة وأصيلة وضحت تضحيات كبيرة جدا يعني. نحن من اليوم الأول نددنا بإلغاء الانتخابات، وأنا في لما بدأ بعض الناس يتحدثون عن الموضوع بمناسبة بعد الانقلاب في مصر، أخرجت هذا البيان الذي نددنا فيه بإمضاء الشيخ محفوظ هنا، ونشرته على الفيسبوك والناس كل رأوه يعني. فنحن نددنا بالانقلاب بشكل واضح، ودعونا إلى الحل السلمي السياسي، وحذرنا من الانزلاق للعنف بشكل واضح. وبقينا لسنتين ونصف تقريبا ونحن ندعو للحوار، ونحن نسعى بين كل الأطراف بأن لا ننزلق للمواجهة، بعيدين كل البعد عن النظام السياسي، كل البعد، لم تكن لنا علاقة به على الإطلاق. الانتخابات ألغيت في 91، ونحن دخلنا في المجلس الانتقالي في انتخابات ألغيت في يناير 92 92 يعني ديسمبر 91. الانتخابات كانت يعني في 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 نهاية سنة 91 وبداية 92 يعني. وإحنا يعني بدأنا ننتهج نحو نهج المشاركة يعني في بعد سنتين ونصف، يعني المسافة كبيرة جدا يعني، مسافة واضحة. وانتهاجنا لنهج المشاركة هو من أجل أهداف استراتيجية واضحة ثبت الزمن صدقيتها.
المشكلة أنه أجت المشاركة في وقت كانت الدولة ما تزال في حرب ضروس. إيه صحيح، ولكن أنت أمام تحمل مسؤولية الحل. لابد يعني هو القائد لا يستطيع أن يكون بدون رؤية سياسية. وهو للناظر من الخارج المشاركة جاءت كنوع من إضفاء المشروعية على الوضع القائم. هي تفهم هكذا، ما في ذلك شك، تفهم هكذا، ونحن نتفهم من يفهم ذلك. ولكن الآن سنشرح الموضوع. إذن نحن في تلك الفترة نددنا بالانقلاب بشكل واضح، وبدأنا نسعى إلى الحوار وندعو إلى المصالحة، ندعو المصالحة يعني بكثافة كبيرة، وكانت عدة مشاريع. وظهر مشروعان كبيران، هناك مشاريع كثيرة، بعضها قدنا احنا، بعضها أطلقناها كذا، ولكن ظهر مشروعان كبيران. كان المشروع تاع سانت إيجيديو، المشروع تاع الحوار، عقد روما تاع الحوار، وبعده المشروع تاع الندوة الوطنية تاع الوفاق الوطني تاع النظام السياسي. المشروع تاع سانت إيجيديو مشروع جيد، ولكن هذا النظام لم يقبل به. إيه، هو مشروع جيد وفكرة جيدة، ومثلت تطور كبير في العمل السياسي، لأنها أصبحت يعني لما تكون يعني جبهة الإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني بقيادة يعني مهري مع أحزاب أخرى علمانية وإسلامية يجتمعون يعني من أجل يعني حل سياسي، فهذا شيء تطور كبير. يعني هذا لم يكن موجودا في بداية التسعينيات. بداية التسعينيات كان صدام وإقصاء كبير جدا وكذا، وكان تنافس يعني محموم يعني. فإذا عقد روما يمثل تطور نوعي كبير، يعني نظرنا له نحن من هذه الزاوية يعني. والشيخ محفوظ نحن حضر في الجولة الأولى وسافر إلى روما، وكان حضر مع واحد من إخواننا الشباب الجدد في المكتب الوطني، والأخ فاروق يعني بن ورد. ولكن احنا فهمنا بأن هذا المشروع رغم يعني أنه مشروع يمثل تطور كبير وكان يمكن أن يساهم في الحل، يعني فيه بعض المثالب وبعض أو تكتنفه عوائق. العائق الأول أنه فيه قطيعة مع النظام السياسي، يعني ولم يكن هناك إمكان لأن يلتقي الطرفان. وفيه ثاني خطأ آخر لم ينتبه إليه بكل تأكيد، هو ليس عيبا في حد ذاته، ولكن استغلاله واستغلال النظام السياسي لهذا الأمر يعني صعب على الناس التفاعل معه، وهو أنه كان في الخارج وكان في كنيسة. كان في الخارج وكان في كنيسة، يمكن أن يستغل. فاستغل بالطبع. أنت لما تكون في هذه الحالة النظام حيكون مسلم سلفي، وأنت ناس انحرفتم وتنصرتم. صحيح. فإذا يعني النظام السياسي استغله استغلال كبير. إحنا كنا في أجواء تاع دماء يعني تسيح في الجزائر، إذا الوضع كان صعب. وكذلك التطور الآخر اللي كان وقع هو التيار الاستئصالي، هذا حمل شعارا خطيرا في تلك السنوات، يعني بكلمة أطلقها واحد من الاستئصاليين رئيس حكومة سابق اللي هو رضا مالك، قال لا بد للرعب أن يغير مكانه الآن. كلام خطير جدا جدا يعني. وبدأنا في فتنة لا يعرف القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. وأصبحنا لا نعرف من يعني بكل صراحة يعني، أصبحنا يعني في وضع، وأصبح يعني ناس يختطفون يعني من المساجد يعني، وإحنا شهود على هذا الموضوع. في ناس يجي خارج من صلاة الفجر يعني فقط لأنه خارج صلاة الفجر يختطف. كان في نظرية إنه النظام كان له يد مباشرة في هذا الأمر، اللي هو حتى اختراق ما كان يعرف بالجية. أكيد. شوف أنا أقول لك يعني ما حدث يعني كتوصيف ممن سمعناها من شهادات يعني. أولا لما تأسست الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لما تأسست الجيش الإسلامي للإنقاذ، وأسس من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان ذراع سياسي للجبهة، ذراع عسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ. الجيش الإنقاذ الإسلامي يعني الذي أحرجه وأضعفه، وربما من بين سبب، مش كل أسباب، من بين الأسباب التي جعلته يقبل الهدنة مع المؤسسة العسكرية الجزائرية، وكذلك الدخول في قضية الوئام المدني والنزول من الجبال، هو ما فعلته بهم الجماعة الإسلامية المسلحة الجية. لأن الجية صارت يعني متخصصة في أمرين اثنين: اغتيال كل من له علاقة بالتدين
وعلاقة بتاريخ الحركة الإسلامية. كثير من الشباب الذين كانوا في أفغانستان ومقتنعين بالجهاد، حتى وإن كان عندهم بعض منهم عندهم انحراف فكري، ولكنهم صادقين في تدينهم. وهؤلاء لما انتهت الجهاد الأفغاني وبدأت المأساة وكذا الآخرين، كثير منهم جاءوا للجزائر بنية الجهاد، فأصبحت الجماعة الإسلامية للإنقاذ مصيدة بالنسبة إليهم كثير منها. وأنا حدثني شباب من هؤلاء، أنا شخصيا، كيف كان الشباب المتدين في الجيه يعني يلاحقون ويقتلون. وانا هنا احكي لك واحد من يقتلهم الجيه نفسها، يقتلون من طرف الجيه نفسها يعني. إيه؟ هذا اللي ادى الى نظريه الاختراق، يعني من يقوم بذلك؟ هذا الذي يقول يعني بنظريه الاختراق داخل الجيه. شوف انا نحكي لك قصه حدثت لي شخصيا تؤكد هذا. احنا لما بدا الحوار مع السلطه، وكانت كل الاحزاب مشاركه فيه، يعني يمكن نرجع عليه في حصص اخرى يعني، كنا احنا مجموعه يعني نحضر الحوار مع رئيس الدوله في ذلك الوقت اللي هو زروال يعني، وكنا يعني نظهر في التلفزيون. فجاءني خبر من داخل الجيه بانه قد حكم علي بالاعدام، انا والاخوه الاثنين الاخرين اللي كنا نصاحب الشيخ محفوظ نحناح في الحوار، حكم علينا بالاعدام من طرف الجماعه الاسلاميه المسلحه الجيه. قدري وحظي ان اللي كان مسؤول عن الجهه اللي فيها بلدتي المسيله يعني، مسؤول عن الجيه، واحد من الشباب الذين كانوا عندنا في الثمانينيات، كانوا عندنا في الاسر وأصغر مني في السن بكثير يعني، ولنا فضل عليه في تكوينه وفي تربيته، وهذا من الصادقين الذين جاهدوا بصدق في أفغانستان. هو لم يكن في ذاك الخلط اللي كان في بيشاور وكذا، منذ ذهب إلى أفغانستان هو في جبهة القتال حتى انتهى القتال، فلم يكن يعلم ماذا يحدث، فرجع للجزائر بنية الجهاد. هو يعرفنا ونحن عند الفضل عليه، وهو سمع بالخبر بأنه محكوم عليه بالإعدام، أنا والأخ عبد القادر صماري وعمي عبد الهادي، هذو الثلاثة اللي مشينا مع الشيخ محفوظ هنا للحوار. فلما عرفت بقول المسألة كانت مش لعب يعني، كان القتل بكل سهولة بكل بساطة يعني، الذين قتلوا منا يعني 400 واحد بالحركة يعني، مش بكل ليست مسألة بسيطة يعني. فأنا بقيت متخفي لمدة أكثر، وبعدين أنا حدثت نفسي إلى متى وأنا متخفي يعني. فإذا قررت أنني نروح نحاور هذا المسلحين، فأرسلت لهذا اللي كان مسؤول جهوي اسمه عمر، مشيت يعني بعثت له واحد اللي جاب لي الخبر، قلت له عبد الرزاق مقري يقول لك نريد أن نلتقي ونحكيه لو سمحت يعني نلتقي. بعد مدة بصعوبة وافق، فضبطنا موعد في مكان يعني على أطراف المدينة عمسيلة، فكنت موجود أنا وأخوين لا أذكر اسمهما لعدم الإحراج يعني. فإحنا جالسين في البيت، وجاء داخل هذا العمر ومعه شاب واحد آخر يعني، شاب واحد آخر كان عنده في المساجد في زمن الصحوة يعني. يعني هذا كان الشاب، هذا كان مشهور بواحد الحديث يردده كثيرا يعني، يا غلام كل سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك، يعني كان معروف بهذا الحديث يعني، ولكنه تورط في العمل وصغير في السن يعني، كان في ذاك الوقت يا ربي في عمره 18 سنة تقريبا يعني أو أقل يعني ومعه هذا شاب أكثر منه كان في العشرينيات 24 25 سنة هكذاك يعني. دخل هذا عمر يعني سلاحه في خاصرته، والآخر كلاشينكوف على كتفه، دخلوا عليه في البيت. في ذلك الوقت كانت الدولة ضعيفة، كانوا هؤلاء يمشون في الطريق بالسلاح يعني، مش بشكل علني واضح، ولكن بدون يعني حرج كبير يعني. فلما دخل سلم على الإخوة اللي كانوا معي، وأنا رفضوا سلموا عليه، قالوا لي اليد التي مست يد الطاغية لا نسلم عليها. فإذا أنا كنت في حالة خطر كبير يعني، قلت له شوف يا عمر، قلت له معليش أنت الآن راك تعتبرني طاغية، بصح اجلس يعني نحكيه.
وستكتشف في آخر المطاف بأنك أنت من يستعمله الطغاة. اجلس نحكي فقط. فبدت نحكي له، قلت له مما قلته له أثر فيه تأثير كبير بزاف بزاف. قلت له شوف عمر، قلت له لابد أن تعي بأنك أنت الآن في يد اليهود والنصارى. يعني أنا استعملت المفردات القوية اللي هي في تكوينهم، في قلت له أنت في يدهم. قلت له شوف، أنت تعرف الآن باللي الدولة ضعيفة، في ذلك الوقت الدولة كانت ضعيفة وأسعار البترول منهارة، والجزائر كانت داخلة في الحوار مع صندوق النقد الدولي والحديث عن الخصصة وكذا إلى آخره، والتفكير في التخلص من القطاع العام وكذا. قلت له شوف يا سي عمر، وأنتوا في هذا الأسبوع حرقتوا مصنعين، حرقتوا مصنع الإلكترونيك في بلعباس، وحرقتم مصنع البلاستيك في سطيف. قلت له النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذا العمال الفقراء اللي كانوا يخدموا في المصنع خلاص أصبحوا بدون عمل، وخلقتم فراغا في الجانب الاقتصادي، والفراغ لابد أن يملأ. الذي سيملأ هذا الفراغ ويدير مصانع جديدة ليست أنت ولست أنا وليس هذا الشعب الجزائري المغبون، هم أصحاب الأموال. من هم أصحاب الأموال؟ قلت أصحاب الأموال هم هذو الذين تدعي بأنك تقاتلهم، هذا الجنرالات الاستئصاليين وأحلافهم ممن يدعونهم للخوصصة، الجماعة تاع الأفامي وغير ذلك، يعني لإعطاء الاقتصاد للقطاع الخاص الرأسمالي. أنتم أداة صناعة الفراغ التي تمكنهم من تحقيق هذا الأمر هذا. فالرجل تغير لونه كلية. أنت قلت له أداة، أنت راك الآن تخدم في مخطط اليهود والنصارى للسيطرة الاقتصادية على الجزائر لما أنت تحرق هذه المصانع. فتأثر تأثر كبير جدا. بدأ اللقاء ولم يصافحني، انتهى اللقاء بالعناق. يا سلام. بالعناق. وبعدين بدأت ألاحقه وقلت له شوف عمر، شوف انت انا نعرفك صادق، انت وليد المسجد، يعني الآن فكر في مصيرك مع الله، اخرج من هذه الورطة، اخرج من هذه الورطة، اخرج من هذا العمل المسلح، يعني واحنا مستعدين نساعدوك، يعني مع إخواننا اللي يسكنوا في الحدود. أخرج ذاك الوقت، يعني لو سمع النظام السياسي بهذا اللقاء لكان دخلت الحبس ولم يرني أحد إلى الآن، لأن أي لقاء مع الجماعات المسلحة كان جريمة قتل، يعني تقتل بدون محاكمة بشكل مباشر. ولكن قلت له رغم ذلك إحنا نعاونوك حتى تخرج تفر بدينك. فسكت وطأطأ رأسه وخرج حزين. فإذا أنا كسبت الحدث. بعدين عرفت نهاية القصة نتاعو بعد ما صرت نائب في 1997، حتى نأكد لك كيف كانت الجهة تصفي المتدينين. أنا جبت القصة إيش صار فيه هو؟ هو أنا بعد ما دخلت للبرلمان، فصارت عندي علاقة مع العقيد تاع قائد القطاع العسكري كسلطات محلية. يعني النائب دائما عنده علاقة بالسلطات المحلية، الوالي وكذا إلى آخره، أنا نلتقي في المناسبات الرسمية وكذا إلى آخره. فالتقيت زرته في العيد، فبدأ يلومني على مقال كتبته. هذا المقال كتبته يسموه معرض اللحوم البشرية. هذا المقال كتبته لأنه هم داروا عملية ضد الجماعات المسلحة، قتلوا 40 منهم. لما قتلوهم طرحوهم في الأرض وعلقوا المسؤول تاعهم على شجر. فأنا غضبت، يعني كتبت مقال في الجريدة، جريدة النبأ، معرض اللحوم البشرية، قلت بأن الدولة لا تتصرف هكذا. هذا يمكن هو ما يديروا هكذا الجماعات المسلحة، يعملوا هذا العمل المشين، هذا العمل المرعب الذي لا أساس له شرعي، ولكن الدولة لا تتصرف مثلهم يعني. فهذا غير، هذا بالعكس يذكي كذا الآخرين. قلت له يا حضرات هذا كلام، هذا العمل هذا مش لا يمثل ثقافة الدولة هذا الأمر. قال لي أنا موافقك. وقال لي أنا الضابط اللي دار هذا العملية هذه كنت عاقبته وغيرت له الموقع وكذا، ولكن لماذا تتحدث عنه في الصحافة؟ أنت لماذا لا تأتي تحدثني؟ وأنا في نفسي ما حبيتش نقوله، في نفسي ذاك الوقت لم أكن نائبا لما كتبت هذا المقال، لو كانش عندك حصانة ولا يستقبلني أصلا يعني على الإطلاق يعني. تمام. فبقيتها في نفسي، قلت له معليش على كل حال. قلت له شوف أستاذ، قلت له أنتم احنا رانا نواجه هذا الفكر المتشدد بصدور عارية. قلت له
قلت له احنا ما انتم ما قراكم بسلاحكم يعني. قلت له احنا رانا في المنابر. قلت له لولا الدعاة في هذه البلده لاشتعلت هذه البلده كلها يعني. قلت له احنا رانا نعالجوا الامر هذا. وقلت له في ذلك الوقت بدا واحد القانون اسمه قانون الرحمه الذي يشجع الاتصال بالمسلحين واقناعهم بالنزول. فانا استغليت الفرصه لاخرج هذه القصه من السر. استغليت الفرصه حتى نقتلها يعني حتى نخرجها من السر. قلت له احنا منذ زمن لما كان يعني هذا الامر لا يتصور اصلا يعني كنا نفعل. احنا كنا نقنع الشباب ان لا يتورطوا في الدماء تاع المسلمين. حكيت له القصه بتفاصيلها. لما حكيت القصه بتفاصيلي قال لي انا نكمل لك التتمه كيف انتهى المطاف بهذا السيد. طب كمل لي اياها بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله. بمساحه الثوره السوريه وبحجم المعارك التي ترسم مساراتها وبعمق الخيوط الخفية التي تتداخل في تفاصيلها وبقوة الإرادات التي تتصارع في مشاهدها، نبسط أوراقنا ونشرع في الدراسة والتحليل. نقف عند جميع المنعطفات، ندقق في كل المفترقات ونجلي أغمض التقاطعات كي تتضح الصورة، صورة كل يوم في سوريا اليوم. عين على الملحمة على شاشة في الشارع المصري، حكايات وأخبار يومية، آلام وآمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. أيوة دكتور عبد الرزاق، ماذا حصل مع عمر؟ طيب قال لي هذا الرجل قال لي احنا امسكنا واحد في حدود مالي كان يهرف السلاح. لا اذكر اسمه لان ذكر اسمه مفزع يعني، لا اذكر اسمه الان يعني. قال لي امسكناه في الحدود مع مالي واتينا به الى هنا لانه كان يعرف بعض الاشخاص اللي هنا وعالجناه حتى اصبح هو من يدلنا على بعض الأشخاص اللي في الجماعات المسلحة. وقال لي هو قص لي القصة تاع عمر لأنه كلف بتصفيته. قال لي عمر أرسل له زوابري رئيس الجماعة الإسلامية المسلحة جيه، أرسله أن يلتحق به في الجزائر العاصمة. قال لي لما هو صاعد في الجبال تاع البويرة في نصف الطريق قال التقى بالزملاء الذين يعرفهم، قال لهم لماذا الأمير زوابري يطلبني؟ فخبروه قالوا حتى يأمرك ببداية المجازر في المسيلة، في الأطراف تاع المسيلة، القتل الذي كان يحدث للسكان البسطاء وكذا الآخرين. هذا زوابري لغز كبير، من هو زوابري هذا شيء؟ فالرجل كبر عليه ذلك، كبر غضب، كيف أنا أروح نقتل الأبرياء يعني؟ فرفض يكمل الطريق ورجع. هذا العقيد هو اللي يحكي القصة هذه. قال لي ارجع. لما رجع زوابري أرسل له واحد، هذا الذي أحكى لهم القصة يعني، دار له كمين، قال له أحب أن نلتقي، دار له كمين في بستان من بساتين مدينة بوسعادة قريبة من مدينة مسيلة وقتلوه. وهذا واحد من المتدينين الصادقين الذين كان يمكن حل المشكل معهم بالحوار. كل من يخالفهم لا مشكل، من كل متدين صادق له جذور إسلامية. حتى في آخر مطاف بقية الجبهة الإسلامية الإنقاذ بقية الجماعة الإسلامية المسلحة لا يعرف الناس من هي، مخترقة من كل الجهات يعني. أصبح يعني أي جهة يعني، بل حتى أي جهاز من الأجهزة الاستخباراتية الخارجية والداخلية يمكن تستعملها يعني، لأن المحصنين دينيا
الذين حينما يصدمون في فكرهم وشعورهم ممكن أن يستفقوا، أصبحوا يقتلون ويتابعون. حتى أقول بأن الجية هي مثل الآن داعش يعني، أصبحت يعني فخ لكل متدين له هذا الفكر الجهادي للقضاء عليه يعني. الغريب أن هذا عمر الذي قتل قبل أن يقتل، شفت رؤيا قبل أما أسمع أنه قتل، شفت رؤيا أنه هو ميت في بركة دم، والشاب الآخر الذي كان معه شفته ميت هكذا على حائط هكذا سلاحه أمامه وهو ميت، وأنا ما كان عندي خبر بأنهم قتل تماما يعني. حتى لما زرت هذا العقيد أخبرني سبحان الله، تفكرت الرؤية. فطبعا حزنت عليه، لأن احنا كنا حققنا نتيجة معه، كان ممكن السيد هذا يخرج كلية من هذا العمل المسلح. وهو تورع عن أن يقوم بما قلبه. أنا هذا ذكرته لك كدليل أنا حاضر فيها، بأن الجماعة الإسلامية المسلحة صارت فخا لكل متدين له تاريخ في الحركة الإسلامية. هو برضو لا يستبعد أنه هذا الفكر الاستئصالي يبدأ باستئصال البعيد المخالف بوضوح، ثم تقترب تضيق الدائرة حتى يستأصل الذات. صحيح صحيح، لأنه يصبح كل مخالف كافر وكل كافر مستباح الدم. صحيح صحيح، يعني فيه هذا وفيه الاختراق كذلك. هذا اللي جرى مع الخوارج الأزارقة، هذا موجود الخوارق يعني، فيه الانحراف الديني موجود يعني، الأزارقة يعني وغيرهم يعني من الفصل أكثر تطرفا في الخوارج موجود يعني، يقتل باسم الدين موجود، ولكن كان الاختراقات الأمنية. نعم صحيح، يعني في هذه الجماعات المتطرفة دائما تستغل توجه وتخترق يعني، هذا موجود وهذا موجود يعني. كذلك احنا كل هذا الأمر جبدنا يعني تكلمنا عليه للحديث، كيف أن الجماعة المسلحة صارت تستهدف التيار الإسلامي الأصيل يعني، حتى الذي وقع له انحراف فكري أو تورط في هم اللي قتلوا أبو سليماني؟ هذا في هذه الجلسة بالذات قال لي جيه هي اللي قتلته، هو صرح لي عمر الأخير. هو عمر نفسه قال لي باللي هي اللي قتلته يعني، يعني هو عنده خبر يعني، عنده خبر باللي انا سالته عليه قال لي هي اللي خبرته يعني. كذلك الجيش الانقلاب الاسلامي كان في حاله صعبه، كان ملاحق من طرف الشيعة، وهذا يعني ولذلك يعني صار بعد ذلك وجد نفسه في حوار مع المؤسسة العسكرية. وش حبيت نقول لك، شوف لما، وهذا درس للتيار الاسلامي، شوف لما اي حركه تغييريه ومنها حركة إسلامية إذا دخلت في العنف وبعدت على المجتمع، يصبح أكبر خطر يتهددها هو العمل الاستخباراتي، هو الاختراقات، هو الأشياء الغير مفهومة يعني، تصبح تبتعد على المساحة الطبيعية التي تنجح فيها. صح، المساحة العلانية والعمل السلمي صعبة وتطلب وقت كبير ومعاناة كبيرة، مثل ما مقامين الآن إخواننا في مصر يعني، ثابتون على السلمية، ثابتون على السلمية ويعانون الطريق طويلة وشاقة والقاتل فيهم كل يوم يعني، ولكنهم صامدون، ولو ثبتوا على الصمود في مصر سينجحون. صحيح العمل السلمي الطويل، العمل السلمي فيه معاناة كبيرة، مواجهة الطاغية بالسلم يعني ليست مسألة صعبة، ولكنها آمنة، ولكنها آمنة وتحافظ لك على قدسية القضية، وتحافظ لك على علو قيمة العمل الذي تقوم به. أنت لما تتورط في العمل المسلح، تتورط في العنف، أولا تفقد القدسية وتفقد القيمة، ويصبح أمرك يعني عند كثير من الناس مرفوض يعني، مفروض كلية، ثم بعد ذلك يعني يقتلوا باسمك. وهذا شوف يعني الناس ما يعرفوش تاريخ الاستخبارات في الغرب، فيه في أثناء الحرب الباردة استعمل هذا الأمر، استعمال الجماعات المسلحة. كان منظمة أعتقد اسمها منظمة غلازيو أعتقد أو كذا، هذه المنظمة شكلتها الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وكان هدفها استعمال الجماعات المسلحة اليسارية يعني. هي أدركت بأن المحاربة القانونية للجماعات المسلحة اليسارية أمر صعب، ليس سهل، لأن أنت لما تحب الدولة تحارب الجماعات المسلحة لازم تحترم القانون، تحترم القانون ولا تستطيع أن تتجاوز القانون. فخلقوا طريقة أخرى
لمحاربة هذه الجماعات المسلحة وهو الحرب الغير قانونية من خلال تأسيس جماعات إرهابية، جماعات مسلحة تابعة للاستخبارات. ماذا تفعل؟ تقوم بعمليات باسم هذه الجماعات اليسارية مؤذية للناس حتى تؤلب الناس على هذه الجماعات، كذلك توجهها لبعض العمليات. وهذا الملف درس في البرلمانات الأوروبية وقعت بشأنه لجان تحقيق كبيرة في إيطاليا، في بلجيكا، أعتقد هنا في بريطانيا يعني، ولم تستبين الحقيقة إلى الآن يعني. ولكن الملف كبير كيف أن الاستخبارات استطاعت أن تستعمل هذه المنظمات في قلب المعادلات وفي ربح المعركة بطرق غير تقليدية. فإذا هذا موروث عند الأجهزة الاستخباراتية، أنها لما تجد نفسها أمام جماعات متشددة ومتطرفة ومسلحة فإنها لا تكتفي بحربها بواسطة مؤسسة الدولة العلنية والقانونية، تخترقها. فإذا أنت لما ينحرف العمل المسلح أنت تصبح لست في بيئتك. وهذا احنا في الجزائر عندنا تجربة ثرية كبيرة في هذا الموضوع، وحركة الإسلامية للأسف الشديد لا تدرسها. تجربة ثرية يعني، لو أنني لا يعني لا أخشى أن أطيل عليك كثير، لحكيت لك قصص غريبة يعني في هذا المجال يعني. ولذلك نحن ندعو الحركة الإسلامية وكل الحركات التغييرية أن تدرس التجربة الجزائرية، فيها من التفاصيل يعني ما لا يخطر. ولذلك يقال الآن بأن المرجعية بأن النظام الجزائري مرجعية دولية في مكافحة الإرهاب، يعني من أكبر محطات الاستشارة في محاربة الإرهاب النظام الجزائري، لأنه عنده خبرة كبيرة جدا. ولكن في نفس الوقت نحن كتيار إسلامي عندنا خبرة كبيرة، كيف نحفظ مشروعنا، كيف نحفظ فكرتنا، كيف نحفظ استمرار يعني عملنا يعني من خلال هذا الأمر. إذا نظرا لكل هذه الحيثيات يعني، نحن بالنسبة لنا أصبح عندنا مطلب أساسي من قبل إخواننا في الجبهة الإسلامية القاعدة أن يتبرؤوا من العنف، لا بد أن يتبرؤوا من العنف، وبذلنا في ذلك مجهودا يعني كبيرا يعني. أنا أذكر كنتم تتواصلون معهم؟ نعم، دوك نحكي القصة كذلك أخرى مثيرة جدا يعني ومؤثرة في هذا الموضوع. احنا انخرطنا في الحوار مع السلطة، شفنا بأن الحوار في مع عقد روما مشروع جيد، ولكن من ناحية الواقعية لا يمكن أن يحقق نتيجة. فمشينا كذلك في نفس الوقت للحوار مع السلطة ضمن جولات الحوار، قصة طويلة متفرعة على يعني نتحدث عنها بشكل مجمل يعني فقط يعني. بدأنا في الحوار. زروال في بداية الأمر كان حقيقة يريد حل المشكلة، وإخواننا الآن في قيادة جبهة الإسلامية القادة يعترفون بذلك، هم يقولون هذا الأمر هذا يعني بشكل واضح يعني. زروال أدرك بأن المأساة راح تطول، فبدأ يفكر بإمكانية يعني وجود حل عن طريق الحوار. أنا أختصر فيه تفاصيل كثيرة، الإخوة الفاعلين في الجبهة الإسلامية القادة هم اللي يعطوك تفاصيل أخرى، أنا نتحدث فيما عشناه نحن بالضبط يعني. فهو بدأ بإطلاق بعض الأفراد، أطلق علي جدي وبو خمخم مثلا يعني، على أساس أن يقوم بالاتصالات وبالمشاورات وبالحوار يعني، لأنهما كانت القيادة كلها في السجن يعني. فأطلقهما، نحن في حدود 94 أعتقد هكذا يعني، أنا يهمني الحدث أكثر من التاريخ يعني، ولكن الفترة الزمنية هي هذه بالضبط يعني. وعلى أساس أن وهو زروال كان اقترح مشروع مقبول، قال أنا بإمكاني، وأنا سمعت هذا الأمر بأذني في جلسة الحوار، قال لا أجد مشكلة أن أطلق سراح السجناء كلهم تعالى الجبل السمين إنقاذ، وأن يؤسسوا حزبا، ولكن بشرطين: أن الحزب يؤسسوه بغير اسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأن يتبرعوا من الإرهاب فقط. فإحنا اعتبرنا بأن هذا مكسب كبير، فبدأنا نتصل بإخواننا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكانت هناك جلسة مهمة جدا يعني، درنا وفد مشكل المتحدث عبد القادر سماري، أبو جرة سلطاني، والحسن بن سعد الله رحمه الله، وزرنا علي جدي أبو خمخم بعدما أطلق سراحهما ليقوم بهذا الدورة، وترجيناهما: يا إخوان هذه فرصة كبيرة، لا بد أن تقبلوا
الحوار ولا بد أن تدخلوا في هذه. لكن هل يملكان القرار؟ هما كانوا مكلفان بالموضوع. هما كانوا مكلفان وعلى أساس أنهم أن ينقل هذا الأمر هذا يعني. ف يعني كانت فرصة يعني كبيرة. فقلنا لهم يعني احذروا، وقلنا لهم احذروا من جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير. هؤلاء لا يريدونكم أن تحاوروا لأنهم يستعملونكم في الصراع مع السلطة، هذا صراع أجنحة بيناتهم يعني. فإذا أنتم حافظوا على أرواحكم وحافظوا على المشروع وحافظوا على الاستمرار يعني. وبعدين لما احنا لما غادرناهم ماذا حدث لنا؟ أربعتنا، الشيخ الحسن بن سعد الله قتل وهو نازل من بيته يفتح السيارة تاعه وضرب. مين قتله؟ لا نعرف، مش معروف. طبعا هو كل شيء في ذلك الوقت يحسب على الجماعة المسلحة بكل تأكيد يعني. فقتل الشيخ بجارة السلطاني، ضرب بخمس رصاصات في قلبي، محاولة اغتيال مشهورة معروفة يعني. وقتل مع قتل أخ عزيز علينا اللي هو أخ علي العايب، هذا من المؤسسين من الدعاة الكبار يعني في الشرق الجزائري في مدينة سكيكدا. لما جاءوا هذا الجماعة اللي حبوا يغتالوا الشيخ بجارة السلطاني هو ارتمى هكذا، فجاءت فيها رصاصة قتل، والشيخ بجارة ضرب يعني بخمس رصاصات يعني، ودخل المستشفى وكان يعني في الكوما لمدة طويلة يعني. وأنا والأخ عبد القادر حكم علينا بالإعدام، وحكيت لك القصة تاع يعني اعتقلتكم الدولة وحكمت عليكم. لا الجية، الجية حكموا عليكم الإعدام يعني. يعني بالطبع أنا شخصيا فهمت بأن هذه رسالة يعني، بأن لا يجب أن ندخل على الخط يعني، لأن الأطراف التي كانت لا تريد أن هذا الحوار ينجح موجودين داخل السلطة وموجودين كذلك في الجماعة المسلحة. قرروا يصفوكوا يعني داخل السلطة، كان تيار يريد أن يفشل مسعى التوافق، وكانوا لا يريدون أن الجبهة الإسلامية قد تقبل. هذا التيار استئصالي موجود داخل السلطة، لم يكن موافقا على خطة رئيس الدولة في ذلك الوقت. وكان كذلك تيار لدى الجماعات المسلحة والذي لا يريد أي توافق يعني. فأنت إذا لا تدري من أين تأتيك الضربة يعني. قصة اللي حكيت لي إياها عن الشاب عمر اللي رحت قابلته جاءت بعد هذه الحادثة. بعد هذه الحادثة يا ذر، كل نارنا في فترة واحدة يعني. أيوة. كنا في فترة واحدة يعني. فإذا إحنا بالنسبة إلينا يعني هذه فرصة يعني، كانت يعني فرصة كبيرة. فماذا كان الرد؟ أيوة كان حديث عام يعني، ولكن هم رفضوا. هم قالوا إحنا سجناء أنا يعني، لأن كانت محاولات أخرى كذلك مع الشيخ عباسي مدني والشيخ علي بن الحاج يعني. أنا حكيت لك قصة التي عشتها، ولكن المحيط بتاعها يعطي وضوح أكثر يعني. هما كانوا يقولون إحنا لا نملك الحرية نتاعنا ولا نستطيع أن ندخل في هذا الحوار، لازم يطلق سراحنا قبل ذلك. بالطبع بعدين هو بعد هذا وضعوا في إقامة جبرية يعني. نعم. جبرية يعني، ولم يتوصل إلى نتيجة. أنا حضرت في جلسة كان عبد الله جاب الله يزورهم خلال الإقامة الجبرية. نعم، هو غيره يعني، كان كثير من الدعاة كانوا يزورونهم. أنا حضرت جلسة حتى نبين كيف كان جبهة التحرير يعني، أو من كان يقود جبهة التحرير يعني، يصعب التوافق بين الجبهة الإسلامية القاضي والسلطة يعني. فإحنا لما كنا جالسين في جلسة حوار يعني، فلما طرح الرئيس في ذلك الوقت هذه القضية هذه تاع الحوار مع الجبهة الإسلامية القاضي، فكان بن حمودة في ذلك الوقت يعني كان الأمين العام كان نزار، ولكن هو كان تقريبا الشخص الثاني في جبهة التحرير يعني. أستاذ بن حمودة بغضب شديد يتوجه للرئيس يقول له كيف تريدونهم أن يحاوروا هم في السجن وكذا وكذا وكذا. بالطبع الكلام يظهر فيه قيمة كبيرة يعني، الذي لا يعرف التفاصيل ولا يعرف يعني المآلات يعني. احنا كان عندنا رأي مخالف، احنا كنا نقول يعني هو الآن لابد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن موازين القوى كل ما راح نمشي وراه كاسح هذا التيار الإسلامي. أنا رانا نبتعد على ما كنا عليه في بداية الثمانينات، نبتعد أكثر فأكثر، والعمل المسلح والدماء بدأت تتغير كثير من مواقف الجزائريين يعني. الوضع الأمني صار خطير، وتعرف الاحتياج الأمني هو أول احتياج عند الإنسان يعني. فحدثتان ألغت هذا
الأمر هذا. الحادثة الأولى هو رسالة غريبة يعني، يمكن سيعلي بالحاجة ويشرحها أكثر يعني، اللي هي الرسالة التي أرسلها لأمير الجهة، أعتقد في ذلك الوقت كان الأمير كان اسمه قواسمي، لا أذكر يعني بالضبط من كان يعني. هذه الرسالة نحن يعني عندنا قناعة كبيرة بأنها مؤامرة من جهات استئصارية داخل الحكم، يعني هو لا ينكر أنه كتب هذه الرسالة يعني، ولكن فيما علمت بأنه يقول وكان في بصدد مراجعته وأخذت من تحت وسادته وسلمت للجماعة المسلحة، ثم الجيش دار عملية وضبط هذه الرسالة عند الجماعة المسلحة، وهذه الرسالة يشجع فيها علي بن الحاج هؤلاء يشجعهم وكذا وكذا حتى يضربوا موضوع فإذا هذه كانت حادثة لإلغاء هذا المشروع. فإذا بالنسبة للرأي العام بالنسبة للرأي العام الذي لا يعرف التفاصيل، لا يعرف التبريرات التي ذكرها سي علي بن الحاج يعني، هو بالنسبة ليهم علي بن الحاج بعث رسالة تأييد الجماعة المسلحة، ضيعوا مصداقيته يعني. وكذلك رسالة أخرى أرسلها الأستاذ عباسي مدني يعني، ربي يذكره بالخير يعني، لكوفي عنان الأمم المتحدة، أغضبت زروال أغضبته يعني غضب شديد يعني، فتوقف لهذا المسار وضاعت فرصة كبيرة، ضاعت يعني فرصة كبيرة يعني. وهنا دخلنا في أجواء يعني، احنا بالنسبة لنا كحركة الدين الذي علينا يعني، وكنا نعرف بأن هذه الفرصة ستكون يعني ليست في صالح جبهة إسلام القادة، وربما لا تكون في صالحنا يعني. فإذا احنا الآن دخلنا في مسار جديد، مسار المشاركة، خلاص يعني استنفذنا يعني كل الجهود، استنفذنا كل الأغراض يعني، الآن يعني بقي هذا هو الخيار الوحيد، بقينا الخيار أن ندخل في مسار المشاركة لأهداف استراتيجية كثيرة يعني. الهدف الاستراتيجي الأول هو بطبيعة الحال هو المحافظة على استقرار البلد. الآن احنا ما ولات مسألة التميز ولا المحافظة على أنفسنا ولا كذا، احنا ذيك الوقت كانت عبارة يعني نرددها كثيرا، كان الشيخ محفوظ ربي رحمه يرددها بزاف، لا نريد لبننة الجزائر ولا نريد صوملة الجزائر يعني، لأن يعني لو كان في ذاك الوقت لقلنا لا نريد أن نكون على مثل ما هي عليه سوريا ومثل ما عليه العراق ومثل ما هي عليه ليبيا يعني، واليمن وغير ذلك. فإذا كان خطابنا استشرافي يعني، أثبتته الأيام يعني بأن هذا الصدام سيؤدي إلى اللبنانة أو الصومالة. إذن المشاركة جاءت بعد استنفاذ كل الطرق الأخرى، كل الطرق الأخرى يعني، وأصبح الآن إحنا علينا أن نشق طريقنا ونتحمل مسؤوليتنا، شق طريقنا نتحمل مسؤوليتنا. هذا زي المثل الإنجليزي بيقول if you cannot beat them join them، إذا لم تستطع أن تهزمهم فانضم إليهم. بالضبط هذا هو يعني إلى حد ما يعني. فإذا إحنا الآن فيه بلد يمكن يمشي الانزلاق كبير جدا يعني، الدولة كانت ضعيفة يعني، الدولة كانت ضعيفة، والجماعات المسلحة لا يمكن أن تحسم الموضوع لصالحها، الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يمكن أن في اعتقادنا في وجهة نظرنا لا يمكن أن ترجع لما كانت عليه يعني. إذن سنبقى في واحد الحالة ترهل كبيرة يمكن تؤدي إلى انهيار الكل. إذا نترك موضوع المشاركة لنتحدث عنها بتوسع في المراجعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. مبدعون ورياديون من غزة، نقدم لعملائنا في مختلف أنحاء العالم مجموعة من الخدمات المتكاملة بوقت قياسي وجودة منافسة. خدماتنا الهندسية، تصميم المباني، الديكور الداخلي، خدماتنا الإدارية واللوجستية، دراسات الجدوى، خطط تطوير الأعمال والتحليل الإحصائي، الترجمة بلغات متعددة. خدماتنا التقنية، تصميم وتطوير مواقع الإنترنت، تطبيقات الأجهزة الذكية كالآيفون والآيباد وتطبيقات الأندرويد، تطوير البرمجيات الإدارية والمالية، تنفيذ الحملات الإعلانية والفيديوهات،
للحصول على العرض المميز والخطة الأمثل. Gaza Service Providers. إنما يميز المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هو تهيئة فقيه بيئته، بمعنى أنه يتعامل مع النصوص الشرعية باللغة العربية ثم بعد ذلك يبلغها بلغة قومه. المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مدينة برمنغهام يقدم بكالوريوس معتمد إقليمياً ودولياً، ولدينا كادر تعليمي متخصص. أنا طالب متخرج من المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مدينة برمنغهام، والآن والحمد لله أحضر الماجستير في جامعة بريطانية مشهورة. قد كانت دراستي في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في برمنغهام فرصة لي في زيادة علمي بالعلوم الشرعية. أطلب لكل الراغبين لدراسة الإسلامية والعلوم الشرعية أن يلتحقوا بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في برمنغهام. تشرق على الأرض شمس تجري بأمر ربها لا تستريح، تشرق على مآذن بالصبر والتسبيح، ترسم على أسوار وجوها أرهقها الشوق وعذبها انتظار التصريح لتضمني إليها. قاس فصل الأحبة بجدار. نذكر العهد إذا هب الصبا أو وقفنا ساعة خلف الربا، نجتلي في الصبح أشواق الهوى ولحد الشوق سيف ما نبا. من خلفه أعين تمطر بالقهر وهي تنتظر على أبواب العتمة الفجر، كشمعة بنيران الوجد تذوب يتراقص لهبها بحر الأنفاس، لكنها تقاوم. من خلف الجدار أيد تزرع الشوق صمودا وإصرارا على الصلاة ليسكن النور محرابي وتدب في باحاتي الحياة.
لأن على الوعد روحاني لم تعبأ بالخطر، لأن مسافة قلبين في صلوات السحر، فهل تقبليني برغم اغترابي؟ وهل لي بقلبك ينهي عذابي؟ حنانيك ما لي سواك مقر. يريدون قهر أبنائي لتبعدهم دروب الهم عن أعتابي، يريدون نزع أبنائي مني بفصلهم عني، غير أن مآذني تبذر التكبير في سمائي، وتكبيراتي كالشمس تشرق فيهم وتسكنهم، وموعدنا تتبير ما حال بيني وبينهم. لن يوقف الشمس جدار، لن تقهر حجارته أبنائي، لن يصمت التسبيح في محرابي. فما سبق ليل نهار. غارق في الوحدة على كثرة إخوتي، غارق في الوحدة مكبل يا رب، والشوق في عيوني وخاصرتي تئن مآذني بالتكبير. أنا الأقصى President. I have been writing a letter to you year after year. I'm 11 years old now. I keep on writing a different letter because as I grow up, I keep on learning more. You are a very good president, and I'm really honest about this. I knew you were going to be the president from the bottom of my heart. And there is just one favor I need from you. But first, I need to introduce myself. I'm one of the proud daughters of the Holy Land Five. My father and four other great men were put into jail for nothing. They got really long sentencing too. My father got 65 years. He did not hurt anyone or anything. If anything, he helped people. He first went to jail when I was 3 years old. Then he came back after 10 days. In November 2008, after two long trials, they took him and the other man to prison again. Now, the favor I really want from you is that I want you to free the HLF5. You are the only one who can do this, and I hope you will. Did you know I have the same birthday as Dr. Martin Luther King Jr.? Maybe that's why we think the same. Also, I have a question for you. If Martin Luther King was still alive, would these five men have been in jail? I never knew feeding children was a crime, but these great men and their families are suffering. They are innocent. Look in their files and study their case, please. I'm sure that you will find it. Also, all these men should be free.